سبب نزولي هو المحافظة على المكتسبات الدستورية وتطبيق القانون. عندي مجموعة رؤى وأهداف في المرحلة القادمة. الأول منها أهداف إنسانية وقضايا المرأة بشكل خاص، وبصفتي كمحامي ورئيس جمعية محامين سابقا سوف أركز على نقاط قانونية كثيرة تتعلق في قضايا النقابات المهنية وقضايا جمعية المحامين، وكذلك موضوع الإصلاح الاقتصادي التي يطلب منا أن يكون إصلاح متكامل، إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي ضمن الظروف الحالية. ونتمنى التوفيق للكافة، وشكراً.